عملنا الشكلمات دي، مش شكلمه دي شكلمات. بصوا ما شاء الله ربع كيلو طلع لنا قد ايه، ما شاء الله تبارك الله، يعني هتاكلي وتاكلي وتاكلي وتهدي الحبايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب كده حوالين بعض متجمعين. هعمل لكم النهارده الشكلمه، احلى حاجه في حلويات المولد واطعم حاجه في حلويات المولد. غير كده كمان ممكن تنفع في اي وقت في السنه. دخل لنا ضيف عندنا شويه جوز الهند، شويه مثلا بيضه او اتنين، هنعمل احلى شكلمه. طب نعملها ازاي يا حوريه ويطلع لونها حلو كده وتبقى ملزقه وطعمه زي بره؟ هنسمي بسم الله ونخش الحلقه بسرعه ونجيب بوله ونشوف هنعمل ايه. عشان اعمل 250 جرام جوز الهند يبقى عندي 3 بيضات يا جماعه، مش هاخدهم كلهم، انا هنزل باتنين بيضه وهنزل بصفار بيضه واحده بس واشوف عايزه البياض ولا لا. بسم الله بسم الله. انا ليه حطيت الصفار ما حطيتش البيضه البيضه كلها؟ عشان انا دي عجينه زي عجينه الكيك، البيض السمن السيرب او الجلوكوز هو اللي بيربط معايا القوام، ما تطلعش طريه وما تطلعش يابسه، تطلع وسط. فهشوف وانا بعجن فيها، احتاجت البياض هحطه، ما احتاجتش خلاص هستعمله في اي حاجه ثانيه. البيض بقى يا جماعه بيحتاج فانيليا، وتوصي بالفانيليا شويه. بسم الله. نص كوبايه سمنه بلدي او زبده سايحه بس مش سخنه. بسم الله. هنزل بقى بمعلقتين عسل جلوكوز يا جماعه، وده مهم جدا للوصفه. اللهم صل على النبي. الجلوكوز هنا بقى او عسل الجلوكوز هنا بيربطها، ولما اجي اكل منها ما تبقاش مفروله، تبقى ماسكه نفسها كده. نص كوبايه سكر بودره، يبقى المقادير بتاعتنا اتحفظت، البيض والعسل الجلوكوز والفانيليا والسمنه، نص كوبايه سكر بودره. اللهم صل على النبي. عايزه تضربيه بشوكه، عايز تضربيه بالمضرب اليدوي ماشي، بس انا بفضل الكهرباء عشان يعمل لي فوم كويس كده، يقلب لي بقى ويشبع لي جوز الهند. بسم الله. اخر خطوه جوز الهند، بس قبل ما انزل بجوز الهند عايزه اوريكي جوز الهند الصح، لا تبقى خشنه ولا تبقى ناعمه. ناعمه تطلع مكتومه معاكي وتحسي ان هي عامله زي الكيك، خشنه هتفرون معاكي. تعالي قربي مني كده وانا اوريكي جوز الهند. ادي جوزة الهند، احلى جوزة الهند للشكلمه بتاعتك. بسم الله. تعالي بقى ننزل ايه بشويه بشويه ونقلب. بصي اهو وقلبي، الله ريحتها بدات تظهر ما شاء الله. وقلبي برضو. عجننا الشكلمه بتاعتنا بالطريقه التقليديه الصح. طب انا عايزه الكميه تبقى اكتر، وعايزه القوام يبقى هش وجميله كده وما احسش ان فيها اي اختلاف عن بره. هجيب بوله وهنزل بمعلقتين كبار دقيق، ادي معلقه بسم الله وادي معلقه، عشان كده قلت لك اركني بياض البيض ممكن نحتاجه في المرحله دي. وعندي بقى قد ايه بيكنج باودر، تعالي انا مش بعمل كيك بس انا عايزاها تبقى متنفسه من جوه، يبقى ما شاء الله كده طعمها حلو ومهويه برده ما تبقاش مكتومه. هنزل بس، شفتي دي اهم، شفتي دول، شفتي دول، بس بيكنج باودر، وهديها تقليبه وابتدي ايه ازود الخليط بتاعي. وهنا بقى هشوف هحتاج البياضه ولا لا. تعالوا بقى ايه نبتدي نقلب تاني. لحد دلوقتي برضو ما شاء الله مش محتاجه بياض البيض. اللهم صل على النبي. خلاص يبقى اخدت مننا بيضتين كاملين وصفار بيضه واحده. بعد ما خلطناها كويس قوي، فرننا شغال على 180 170، لو فرنك سخن خليه 170، لو فرنك عادي اكنك بتسوي كيك خليه 180. هبتدي اشكلها، لو انت ما عندكيش قمع وما عندكيش البتاع بتاع البلح الشام عادي خالص، هتعملي ايه؟ هتبلي ايدك بس زيت وتكعوريها وتحطيها في الصينيه تطلع معاكي زي الفل. لو ما عندكيش الفورمه دي ما عندكيش مشاكل برضو، اي صينيه ما تلزقش فيها ودخليها الفرن على طول. بسم الله. اللهم صل على النبي. عملنا الشكلمات دي، مش شكلمه دي شكلمات. بصوا ما شاء الله
ربع كيلو طلع لنا قد ايه ما شاء الله تبارك الله، يعني هتاكلي وتاكلي وتاكلي وتهدي الحبايب. عايزين بقى نزوقها من فوق، انا بالنسبه لي بدخلها الفرن كده وكده نعمه قوي، لكن لو عايزين زي بره بقى انا جبت شويه كريز قطعت الواحده على اربعه واحط واحدايه فوق كل ايه شكلماية كده. طب عايزه احط مكسرات حطي، طب عايزه احط زبيب حطي اللي انت عايزاه، عايزه تحطي حته مربى صغيره تديكي شكل برده مفيش مشكله خالص. الصغننين دول دمهم خفيف. وعملنا احلى شكلمه بسم الله، عملنا الكبيره بس بصراحه الصغننه دي ملهاش حل. بصوا قد ايه قد البق، حاجه كده زي البسكوته ريحتها تحفه، المكان كله ما شاء الله شكلمه ريحتها حلوه جدا، مقاديرها سهله جدا بسيطه جدا. بس ليا نصيحه منكم عشان ما تغلطوش الغلطه دي، البيكنج باودر، ها بيكنج باودر، يعني لو تطولي تحطي قد الفانيليا بيكنج باودر يبقى افضل بكتير عشان ما تفرش معاكي وشكلها يبقى وحش. اخدت فرن، اخدت شوايه حوالي 10 دقايق طلعت بالحلاوه دي. لما تاخد منك لون في الفرن طلعيها على طول، هتحسي ان هي طريه، لكن هي لما بتطلع وتشم الهواء بتنشف وتبقى زي الفل. احلى شكل، بس 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 بس. حاجه كده تحفه. الوصفه دي الوحيده اللي مش هتنزل عنها، صورها تنزل. بصوا يعني شقلبوا نفسيكم ان شاء الله تعملوا كوبايه جوز الهند وصوروا المقادير، وانا عايزاها تنور كده على الوصفه كده بالكومنتات الحلوه بكلامكم الجميل اللي بيدعمنا وبيعلينا قوي قوي قوي. ربنا يا رب يخلينا ليكم ويخليني ليكم عشان اجي لكم ثاني في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.